الاوبرا. الاوبرا لسه ومالها الاوبرا اللي عندنا دي؟ هيبقى عندنا اتنين يا ستي، انت زعلانه. اتنين اوبرا يا فندم؟ طب ايه اللي جوه الاوبرا؟ ما مش مهم بس اعمل الاوبرا. لا معلش، يعني الموضوع غريب علينا شويه، لان احنا مش عارف احلامنا بقت متواضعه قوي. اه الحقيقه، ما هو من كتر اللي حصل لنا فاحنا عايزين نحلم حلم قوي شويه. ليه لا بس؟ ومراكز للفنون. شوفي، طالما مش هناخد من الدوله فلوس وهناخد الاستثمارات من الارض اللي كانت ارض صحراء وهنصرفها على الارض دي ونخليها ارض لها قيمه وتحقق عائد وتفيد ناس، لا ليه؟ يعني ليه على طول نتكلم الكلام اللي هو طب ما تشوفوا مش عارف المشاكل؟ طب ما احنا عندنا مشاكل، بس هنفضل كده اهو لا مؤاخذه يعني منكفئين على مشاكل، يعني منكبين على مشاكلنا ومش عايزين نعمل اي حاجه بعيد شويه. طب ما تيجي نعمل دي يمكن ننجح، ولو نجحنا ان شاء الله هننجح. هتنقلونا ولا ايه لمدينه الانتاج؟ طبعا احنا كمان. اسامه بيه هيك كان لسه بيكلمني عايز يجي عشان يشتري ارض لمدينه الانتاج، بس هو كان فاكر انه ياخدها ببلاش، فقلت له لا مفيش حاجه ببلاش. مفيش حاجه ببلاش. لا مفيش حاجه ببلاش. مفيش حاجه مع العاصمه الاداريه، مفيش حاجه ببلاش. ادفعوا ثمن الحاجه. المرافق غاليه جدا. المرافق بتتعمل جوه انفاق من الخرسانه لاول مره في التاريخ. ليه؟ عشان لما الماسوره تضرب ما نحفرش الارض. ايوه. ننزل من مش هنحفر بقى وننزل كده؟ هننزل من المان هول ده، ننزل جوه ونصلح الماسوره بالعمال من غير ما نكسر الارض. فالكلام غالي. ومحتاج فلوس، وكل واحد يجي يعمل مشروع لازم يدفع ثمن الارض عشان نعمل بيها المرافق، وبعدين الناس بتشتري لانه هو في اقبال.